اعتقد لو انا ببص على القايمه كده، بص لو بص على القايمه يعني اعتقد ان ممكن جدا يعني، يعني انت عايز ال 12 ولا عايز ال انت قلت واحد منهم محمد شريف، قول لي بقى ال 11 اللي فاضلين. محمود جاد اعتقد جاد الشناوي، الشناوي ابو جبل، ابو جبل لازم يكون موجود، ويختار واحد من الاثنين يا صبحي جاد، بس اعتقد ان هم اختاروا صبحي. فتوح في فوز يا اشرف كابتن. نعم محمد فوزي وحارس لا بعيد. اوكي احنا بنحترم الكل، بس انا بتكلم وجهه نظر كيروش، لو انا قريت كيروش يعني. ايمن اشرف اعتقد محمد حمدي، محمد حمدي الباك ليفت كابتن بتاع بيراميدز، مروان داود باك ليفت برضه، احمد رمضان بيكهام، يعني كل اللعيبه الجداد صعب ان هم يكونوا موجودين في القائمه. يعني صعب يعني، اعتقد فيها صعوبه يعني، ممكن واحد من يا مروان حمدي يا محمد حمدي، يا مروان داود او محمد حمدي يعني. عمر كمان عبد الواحد، محمد هاني اعتقد لا، محمود علاء ممكن اعتقد بره، لا موجود موجود. انت بتختار يا كابتن ما بين الاثنين وبتطلع واحد. احمد ياسين اعتقد يعني، محمود علاء ممكن يكون خبرات افضل. كاماتشو لا. السوليان انت قلت لي ممكن جدا، قفشه ممكن، لان هو 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 بس مع للمعلومه وانت بتكمل وهكمل لي يا كابتن الاسماء، ان حتى الان في كلام كتير على خروج محمد شريف وقفشه. وده راجل ايوه ايوه بالظبط، جهاز المعاون اكيد لا. قفشه انا شايف قفشه مفيد الحقيقه، لان قفشه ممكن يلعب بيه 8، مش لازم يلعب بيه 10. صحيح، بس من الواضح ان هو في خلاف في الموضوع ده، من الواضح ان هو مش، انا بتكلم على قرايه كيروش. قرايه كيروش انا فاهمك. قرايه الكروش هو بيفكر كده، انا عارف ان ده مش رايك انت بتفكير الراجل في الفتره اللي فاتت. بالظبط بالظبط. انا شايف ان دونجا افيد من مهند لاشين. يعني انا ده رايي يعني الحقيقه، لو انا بقى يعني خبرات في المنتخب كمان بالزبط. يا كابتن عندك امام عاشور، احمد رفعت مهم قوي، مصطفى فتحي مهم جدا، رمضان صبحي لا ما اظنش ان هو هياخده، ابراهيم عادل ممكن ما ياخدش رمضان يا كابتن. لا ما مش كيروش، ما اظنش ان هو ممكن ياخد رمضان. هو يعني هو يعني كان اخد حسين فيصل، لان حسين فيصل قريب من من الريتم بتاع رمضان. ما اظنش يعني. فقلت لك 12 كده. لسه عندك او يعني انت شايف حد مروان حمدي ما اظنش انه ممكن يروح. يعني بوجود كوكا واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد، يعني ثلاثه مهاجمين خلاص كفايه. ده رايي. لا انا دي انت شايفه كابتن، انت قريته الراجل، هو الراجل دايما بيفاجئ الصراحه. طبعا البرتغالي يا عم يعني. البرتغاليين دايما هو بعدين هو اجريسيف قوي في قراراته وغير متوقع. طب ترتيب الماتشات يا كابتن بالنسبه لمنتخبنا، طبعا انا لو قلت يعني طبعا كنا عايزين نعمل حلقه كده وان شاء الله تبقى موجود معانا كابتن، خاصه بالقوائم الخاصه بالمنتخبات الاخرى. عندنا منتخب نيجيريا في مجموعتنا، طبعا مجموعه من اللعيبه الهائلين جدا. دي اول ماتش هنلعبه اللي هو امام منتخب نيجيريا، هيبقى 11 ناس ثم غينيا بيساو ثم السودان. وبالتالي مشوارنا ان شاء الله الصعود كاول او ثاني بالظبط، لكن ثاني هيخلينا نلعب مع مجموعة الجزائر. هنلعب الأول من مجموعة الجزائر وكوت ديفوار. وبالتالي مهم جدا انك تطلع أول عشان تلعب أحد التوالد في المجموعة الأولى والثالثة تقريبا. واحنا هنطلع الأول، هنكسب نيجيريا بجد يا كابتن؟ توقعك؟ توقعك. يا ريت والله. لا هنكسب نيجيريا. يعني الطلعة الأولانية تبقى حلوة. طبعا هتكسب نيجيريا وهتبقى أول مجموعة يعني. أنا شايف إن إحنا ممكن نروح للسيمي فاينل يعني. مش صعب يعني. مش صعب يا كابتن. لا لا لا. تبقى صعبة امتى يا كابتن طيب؟ تبقى صعبة لو يعني لو طلعت حتى لا يعني هتروح برضو، انا شايف ان احنا هنقدر نروح. انت لو طلعت كابتن تاني هتلعب الجزائر. ما نلعب الجزائر او كوت ديفوار. لا يعني كان الاول على فكرة الجزائر مش الرهيبة يعني، مش المرعبة يعني. وبعدين احنا ليه دايما بنقارن اللعيبة اللي في منتخب الجزائر او منتخب المغرب او منتخب تونس؟ يا نهار اسود، ده مش عارف بيلعب في مارسيليا وبيلعب، هو اصلا اتولد هناك على فكره يعني، هو اصلا يعني هم مش لعيبه. تمام. مش زي محمد صلاح راح من مصر على ليفربول، هو اصلا لعيب فرنسي محترف وبقى جه لعب في
منتخب الجزائر يعني مش شايف ان هم مرعبين الامور يعني. بالنسبه لهم سهله يعني يعني هم لعيبه اصلا هم فرنسويين او هم بلجيك او هم يعني مش اللي هم فاهم زي لعيبه منتخب المغرب مثلا كلهم زياش مثلا حكيم زياش هو راجل هولندي عايش في هولندا وتربى في هولندا وراح لعب منتخب المغرب ما بيجيبوش اصلا يعني ما بيجيبوش يعني انا قصدي على ان يعني بس عشان ما نهولش الموضوع ونكبر الموضوع على لكن الاداء كابتن احنا شفناه في كاس عرب لمنتخب الجزائر حتى اللي هم مش المحترفين او اللي هم لسه بالعكس من احسن الماتشات اللي احنا عملناها مع الجزائر والجزائر كانوا قلقانين جدا كترضى قال لي احنا بوظنا اداء منتخب الجزائر لا ده لذيذ بس لا انا شايف لان احنا شفنا ماتش تونس والجزائر كابتن برضو كان حاجه تانية برضو معلش يعني. بس احنا كنا الاعلى من الجزائر كنا احنا الاقوى يعني ممكن كان في تحفظ شويه بس احنا كنا الاقوى من الجزائر يعني انت كنت محتاج جراءه اكتر طبعا لو جراءه اكتر كنا يعني كنت كسبت ماتش سهل يعني طيب عندي فقره الصوره كابتن امتياز حضرتك وفرصه وجود حضرتك